صباح الخير، اهلا بيك في وزاره الفنادق. ممكن حضرتك تعرفنا على الاتفاقيه ومدى سببها؟ هو ده عقد مكمل للخط الاول للمترو امتداد لمحطه الملك، المحطه دي طبقا لدراسه الطلب على الخط بتكون 1.3 كيلو. المشروع يبدو تقريبا 92 مليون جنيه. ان شاء الله الشركة اللي هي تضغط، طبعا ده اتفاق قديم 24 شهر، ده اتفاق قديم في العرض المالي والفني اللي اتعمل من فترة طويلة. احنا بنراجع معاهم، احنا بنطلب منهم يخفضوا المدة دي لسنة، هم بيلبسوا هذا الكلام. حتى لو صدر امر مناقشة تكون على التشغيل في الجزء اللي هو حاليا شغال مفرد. انا شايف ان الشركة متقبلة ظروفنا، متقبلة لمدى احتياجنا. ان شاء الله باذن الله. انا برضه عايز اطمن الناس احنا حاليا طرحين مع الجانب الياباني صيانه الخط الاول وصيانه الخط الثاني، لان الخطوط دي يعني وصلت لحوالي 30 سنه. الخط الاول بالذات محتاج رفع كفاءه الصيانه، مش عربيات بس، انا بتكلم على اشارات وعلى سلك وعلى نظم التحكم، كل ده ورش، كل ده المفروض يترفع كفاءته. هم اوريدي بيدرسوا الفروض عليها كويس جدا. احنا برضه الخط الثالث الحمد لله هنطلق اشاره الباب في الجزء اللي هو جهه مصر الجديده في محطه امان ان شاء الله الاسبوع الجاي. الحمد لله يعني حلينا مشكله محطه الزمالك والكتاب عشان اهل الزمالك نشرهم. يعني احنا بنتابع الاكستنشن اللي اتعمل ده تلبيه لمطالب الناس، تعديل محطه الزمالك كانت تلبيه لمصالح الناس. احنا نريد نعمل مشروعات، المشروعات دي تلقى رضا وقبول من المستثمرين.